انتقدت خليه الازمه النيابيه تصريحات وزاره التربيه عن امكانيه التعايش مع وباء كورونا وبدء العام الدراسي الجديد وفق ضوابط مشدده وقال مقرر الخليه النائب جواد الموسوي في بيان ان مخرجات الاجتماع الاخير لوزاره التربيه غير موفقه ومستعجله كونها لم تاخذ راي اي من الجهات الصحيه المختصه في مواجهه الفيروس فيما استغرب الموسوي من توصيات الوزاره التي قد تقود البلاد الى منحدرات خطيره